يتواصل توافد حجاج القرى إلى مطار المدينة المنورة وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم بسرعة إنهاء إجراءاتهم. المزيد مع عبد الله بركات مراسل التلفزيون المصري بمطار المدينة المنورة. تيسيرات مستمرة بيقدمها بعثة حج القرعة للحجاج المصريين القادمين من مطار القاهرة الدولي باتجاه المدينة المنورة. نحن الآن في صالة الوصول بالمدينة المنورة، حيث يقوم الضباط بتيسير وإنهاء الإجراءات الخاصة بالرحلات القادمة من مطار القاهرة. الحجاج القرعة بتقدم لهم جميع التيسيرات، هناك ضباط يتم توزيعهم هنا بمطار المدينة المنورة بالتنسيق مع السلطات السعودية لسرعة إنهاء الإجراءات. هناك ضباط موجودين بالدائرة الجمركية لإنهاء الإجراءات الورقية وإنهاء إجراءات الوصول، وهناك ضباط موجودين على سير الحقائب للتأكد من انتهاء تسليم جميع الحقائب الخاصة بالرحلة المحددة والقادمة من مطار القاهرة. ثم بعد ذلك هناك استقبال أو حفل استقبال بيتم هنا بصالة الوصول من قبل الضباط ومن قبل السلطات السعودية للترحيب بحجاج القرعة القادمين لأداء المناسك. هناك يتم قاعة انتظار ثم الحفلة الخاصة، بعد ذلك يتوجه الحجاج إلى موقف الحافلات حيث يتم تجهيز عدد من الحافلات مجهزة تقل الحجاج إلى أماكن إقامتهم بالمدينة المنورة التي تم اختيارها بعناية لتكون بالقرب من الحرم النبوي الشريف حتى يتمكن الحاج من الصلاة بالمسجد النبوي والاستمتاع بالأيام الخمسة التي سوف يقضيها داخل المدينة المنورة. كل هذه الإجراءات والتيسيرات التي تقدمها بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية تهدف في المقام الأول إلى التيسير على جميع الحجاج وتوفير الراحة لهم، رافعين شعار خدمة الحجاج أمانة ومسؤولية، وهذه المسؤولية يقدرها ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لتوفير الراحة بالحجاج، وهو ما لقى إشادة كبيرة من جميع الحجاج الذين جاءوا هنا إلى المدينة المنورة والذين أقاموا أيضا بالمدينة المنورة خلال خمسة أيام.